بسم الله السلام عليكم وبركاته. جه دور بقى ان احنا بعد ما عملنا كل الشغل اللي احنا عملناه اللي هو السيريلايزر والفيو والموديل بتاع البرودكت، وعملنا اليو ار الز وظبطناها وحطينا في السيتنج الريست فريم ورك وظبطنا الريست فريم ورك، وانا جوه بقى البروجكت بتاعي جوه الويب سيرفر بتاعي هقول له يا عمي انا عايز بايثون، وهقول له مانج السيرفر. خلينا نخش ونشوف اللي هيحصل. في ايرور، الايرور عنده بيقول لي جانجو موديل بيرميشن اور نوت، الاتريبيوت ده مش داز نوت ديفاين، اكيد في سبيلنج غلط، بيرميشن مكتوب غلط. ماشي بس بيرميشن مكتوب صح، امال ايه؟ اه هنا مكتوب غلط، بيرميشن بيرميشنز مظبوط. طيب تمام كده، انا عمل ريلود اهو ورن لي، دوس كنترول ونطرح كده على اليو ار ال بتاعنا، فتح اهو. قال لي انت دلوقتي على جانجو ريست فريم ورك، ماشي، وقال لي انت بتعمل جيت وجيت على اليو، في عندك جيت اليوزرز وفي عندك جيت للبرودكتس. قول له صح، في عندي جيت اليوزرز في عندي جيت للبرودكتس. تقدر دخلنا على اليوزرز، دخلت عليه قال لي بص ما عندكش اليوزر اللي هو ايه سابور، ده از ستاف تمام مظبوط وكل حاجه تمام، ده الوحيد اللي عندك ليه ايه اليوزرز اللي هي، وده اللي هو اللي بتعمل ده اللي اسمه اليوزر ليست. ماشي، ترجع للاي بي اي روت، قال لي في عندك كام برودكتس، نخش على البرودكتس، قال لي ما عندكش غير برودكت واحد اللي هو ده، ادي اليو ار ال بتاعه اللي هو ده، وادي رقم واحد وادي برودكت واحد وادي 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 تمام. طبعا ده اليو ار ال لو انت عايز تخش على واحد بس بعينه، يعني روت واحد بعينه. ده كده الشكل العام للاي بي ايز. طبعا الاي بي ايز دي عشان تقدر تختبرها وتستها بشكل سليم، ما تبقاش بس من جوه الجانجو كده، المفترض ان انت بتستها بتولز كتيره جدا بتعمل تيستنج للاي بي ايز. اشهر التولز دي اللي بتعمل تيستنج للاي بي ايز لو دخلت على جوجل هتلاقي طبعا هو بوستمان. فلو قلت اي بي اي تيست تول عشان اختبر اللي انا عملناه ده، هتلاقي طبعا هيقول لك في حاجات كتير جدا بقى في 2020 ومش عارف ايه، يعني ميديا ما اعرفش في ايه ميديا ما حاجه مهمه قوي. نرجع كده تاني واقول له ماشي، نرجع هنا على اي موقع تاني قال لي في 11 تول، تقول ماشي ماشي الحال. بس عايز اوريكم التولز اللي بتعمل الحكايه بتاعت الاي بي ايز دي. فقال لي والله في تولز مشهوره جدا كانت بتعمل تيست الاي بي اي، قال لي بوست مان، في بوست وومن بس تعبان، يعني هو البوست مان افضل. سوب يو اي ده كان على فكره قديم قوي، في جي ميتر، كاراتي، فيدلر، في حاجات كتير تمام، باور شيل، حاجات كتير جدا تقدر تعمل بيها تيست. فانا هروح على جوجل واقول له انا عايز اعمل داونلود، ماشي، اسمه ايه هو داونلود بوستمان بلس، قال لي انا نازل بوستمان اب، قلت له تمام ادي اهو الجيت بوستمان للويندوز، او انت لو عايز حاجه ثانيه وعندك ايه، ماشي انا هعمل داونلود كوكيز كوكيز مش مشكله. ده شكل الايه البوستمان على ما يفتح. من هنا بنعمل النيو ريكويست، من هنا بنكتب اليو ار ال اللي عايزين نختبره، هنا بنحدد الميثود اذا كانت جيت او بوست او ديليت، ولو كنا عايزين نبعت حاجه في البادي بنخش هنا وبنحط الداتا في البادي جنبيها الهيدرز، لو احنا عايزين نبعت حاجه في الهيدرز ونبعت سيت ايه هيدرز وايه بادي وايه الحاجات دي. طبعا كريستفول اي بي اي هنتكلم عليها، بس انا بس بديك نبذه عن الانترفيس بتاعتك
على ما الاب يعمل داونلود يعني. تمام. طبعا انت ممكن لو تيجي تعمل بينزل لك هنا كل ممكن نعمل يعني زي فولدر لكل يو ار ال زي هشتغل عليها مثلا البروجكت ده اعمل له فولدر واحط كل يو ار الز واتستها واتاكد ان كل حاجه شغاله، لان طبعا انا كده بشتغل باك اند لسه بتاع الفرونت اند هيبدا يكتب كود، فانا ممكن اكون بعمل حاجه اي بي اي وعايز اتستها على طول واشوف اشتغلت معاه ولا ما اشتغلتش، فانا مش مستني ان هو يعمل مثلا ممكن يكون بيعمل الموبايل ابلكيشن هيربط بالاي بي اي، فانا مش مستنيه بقى يعمل الموبايل ابلكيشن عشان يتست لي هي طلعت صح ولا غلط، فانا مفترض بالبوست ما انا اجرب واقدر اشتغل كباك اند واقدر اتست الكلام ده. تمام. فبنستخدم الايه التولز زي ديت عشان نقدر نتست بيها. فده الهيستوري بتاعي بحط فيه فولدرز وهنا الكوليكشنز بتاعتي. بحب اعمل حاجه جديده بعمل من نيو بحدد الريكوست، هنا بحدد الميثودز، احنا عندنا الجيت اللي بتجيب الداتا، عندنا بوست لما بجيب نعمل انسيرت، عندنا البوت لما بنيجي نعمل ديليت بي يو تي، عندنا الديليت لما نيجي بنحذف لما نيجي بنحذف. خلاص دي الميثودز الاساسيه، وفي طبعا اوبشنز وفي باتش وفي حاجات تانيه كتير بس دول الاساسيين. وقلنا هنا ده اليو ار ال اللي هو بنسميه اند بوينت او اليو ار ال اللي احنا عايزين نوصل له ونشتغل عليه، والبارامترز بقى والحاجات دي بنحددها. طيب احنا عشان نبدا نشوف بقى ونجرب الحاجات اللي احنا عملناها دي، فهو كده خلاص هخلص اهو، فانا هعمل له يعني بعد خلص داونلود نعمل له انستليشن بقى البوست مان عشان نتست بيه الاي بي اي روتس اللي كانت موجوده عندي. شكرا على داونلود. بيعمل انستليشن للبوست مان. هل البوست مان اشتغل؟ طبعا ممكن تعمل ريجستر فيه وتبدأ تشتغل عليه يعني. فانا هكريت اكونت سريعا او هعمل لوجن لو انا عندي اكونت. تو سكيب وهاجي اقول له انا عايز اعمل كوليكشن جديد اسميه ريست اي بي اي. اهو واقول ان انا عايز اعمل نيو ريكوست تيست جيت اول يوزرز اللي هي جيت اول يوزرز اللي عندي، واقول له حطها في ريست اي بي اي. يلا سيف. زي ما انتم شايفين هنا هو طلعها لي قال انت هتعمل جيت، قلت له اه. عايز اعمل جيت لايه؟ قلت له عايز اعمل جيت لده اليو ار ال ده الاند بوينت بتاعنا دي اللي على اليوزرز دي. قلت لك عايز تعمل لي جيت على دي 127.0.0.1 ده بالنسبه لي الهوست او اللوك كلمه لوكال هوست، ممكن استخدم كلمه لوكال هوست، وده البورت بتاع الجانجو. وبعد كده ايه على اليوزرز قلت له يلا سند. اللي حصل جاب لي الداتا اهي، ادي النتيجه بتاعت الريزلت الراجعه. قال لي دي اري مكونه من اوبجكت واحد فيها اليو ار ال واليوزر نيم والايميل والايه الستاف ولا لا. طيب كلام جميل. طب لو عايز اجرب نفس الطريقه، عايز اجرب جيت اول برودكت. تمام. وقلت له نفس الكلام بس على بدل يوزرز هتبقى برودكتس اكيد. ريسنت جاب لي ادي الايه؟ ادي زي ما احنا شايفين الايه البرودكتس اللي عندي. كده انا بتست الاي بي ايز اللي موجوده وبختبرها اذا كانت سليمه ولا لا. طبعا ده كله في الجيت يعني، ده كله جيت بالنسبه لنا. طبعا ممكن ابدا اخش في تفاصيل اكتر من كده طبعا، بس المفترض انا مش عايز اعمل جيت بس، انا عايز اعمل حاجات تانيه كتير، عايز اعمل حاجات تانيه كتير. لو حبيت تعمل لوجن طبعا هيدخلك على الاي بي اي
لوجن، وتقدر تخش على الاب بتاعك هيدخلك على نفس الايه الشاشه دي دلوقتي. فبالنسبه للشاشه دي هي دلوقتي بقت الاصل اللي هو الريست فول اي بي اي بتاعت الشاشه دي للبروجكت ده. وبناء عليه بقى انا عايز اضيف شويه امكانيات اخرى للبروجكت بتاعي، مش بس ان انا اقدر اشوف الداتا، عايز اعمل شويه شغل تاني اخرانيين كده في حاجه اسمها الكورس بوليسي. الكورس بوليسي موضوع مهم هنتكلم فيه في فيديو تاني ان شاء الله.